قصه بيج رامي وعبد الله رشدي. الشيخ عبد الله رشدي يا جماعه بيتكلم عن بيج رامي، بيقول ان اللي بيعمله ده مش صحيح، وده اللي هنتكلم فيه في الفيديو بتاع النهارده. ولكن قبل التفاصيل، يا مساء الفل عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم جات في العرضه. في البدايه كده، لو انت مش مشترك في القناه فانا بقول لك يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ده لو انت عايز تعرف كل ما يخص الكره المصريه. وتعالوا كده سريعا نروح نشوف موضوع فكره الشيخ عبد الله رشدي كانت ايه اصلا على بيج رامي وعلى العوره اللي ظاهره من بيج رامي. اول حاجه طبعا قال لك ان لا يجوز للرجال الظهور في لعبة كمال الأجسام بالبلدي كده، تمام؟ ليه بقى؟ لأن العورة بتاعتهم هتكون ظاهرة ومعروفة بقى في الشرع. لما حتى زي الشيخ عبد الله رشدي يتكلم في حاجة يا جماعة زي كده، مش عايز يبقى في جدال من الناس، لأن أنت دلوقتي هو ما بيتكلمش بحاجة، ما بيجيبش حاجة من دماغه، ما بيجيبش حاجة من بيته يا جماعة. للأسف الشديد إحنا دايما بنعتقد إن الناس بتجيب حاجات من دماغها وحاجات من بيتها. الكلام ده خاطئ تماما تماما تماما. الراجل لما بيتكلم في حاجة زي كده بيتكلم بناء عن الكتاب والسنة، القرآن الكريم اللي أنت كأي شخص مسلم بتبقى مؤمن بيه أكيد طبعا، والسنة اللي هو الحديث اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي اي شيء طبيعي يتكلم فيه حد زي كده فما بيكونش جايبه من دماغه، بيجي ويقوله لك من الكتاب ومن السنه. واحد يقول لي يا عمي طب انت دلوقتي بتقدم محتوى رياضي مالك؟ ما انا بقول لك بيج رامي ده كمال اجسام هو مش محتوى رياضي، بس انا بتكلم معاكم في فكره الكلام اللي قاله الشيخ عبد الله رشدي. هل هو صحيح ولا مش صحيح؟ هقول لك ان هو صحيح بنسبه 100%، لان زي ما قلت لكم ان دي عوره، وعوره الراجل معروفه من السره للركبه دي عوره الراجل، وطبعا عوره الست في كل حاجه في جسمها ما عدا الكفين، الوجه والكفين. وفي كمان رأي من الأئمة قال لك لا، الوجه والكفين والكعبين دي الحاجات الأساسية. يعني أنا شخصيا كنت بدرس في الأزهر فأكيد عارف حاجات زي كده، وأكيد أي مسلم المفروض يبقى عارف عورة الرجل إيه وعورة المرأة إيه بالظبط. فعبد الله رشدي بيتكلم في فكرة العورة بتاعة بيج رامي. بيج رامي يا جماعة معلش جسمه كله باين، فعورة مش عورة كل حاجة باينة، فدي الفكرة اللي بيتكلم فيها. فللأسف الشديد شايف في كومنتس كتير جدا على البوست، ناس في ناس بتتريق، في ناس بتقول له يا عمي انت اقعد على حيلك، في ناس مقتنع جدا بكلامه، وانا من الناس اللي مقتنع جدا جدا بكلامه. دي رياضه مش رياضه، ده شيء ما يخصنيش ولا يعنيني باي شيء. انا اللي يعنيني ان في حاجه اسمها شرع وفي حاجه اسمها دين. ما دامت انت شخص مسلم الطبيعي وارد ان انت الطبيعي اصلا مش ولا هو شيء اساسي معاك اللي هو انت لا ده شيء ربنا سبحانه وتعالى بيقول عليه حرام، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عليه حرام، فالطبيعي انه يكون حرام مش اكتر ولا اقل، علشان الناس بس ما تبقاش يعني انا شايف التعليقات كتير جدا. انت بتعلق بناء على ايه؟ ما هو انت لو فاهم انا قشطه ما فيش مشكله معايا، يعني انت لو فاهم الفكره من نفسها وهتدخل في جدال معايا انا ما عنديش مانع، لكن كونك انك تكون مش فاهم وكمان عايز تدخل في جدال معايا بصراحه، يعني انا اسف في اللفظ مش عارف اقول لك ايه، انا مش عارف ارد اقول لك ايه اصلا، فاهم حاجه؟ فبلاش يا جماعه، بلاش بالله عليكم، يعني نفهم الحاجه الاول، نركز في الكلام الاول اللي بيطلع من بقنا، علشان المفروض ان انت كشخص مثقف متعلم متحضر، اصل انت يعني انت بتتكلم اصلا، انت بتدخل في جدال كشخص مثقف ومتحضر ومتعلم وفي كل الصفات الجميله، فانت ازاي في كل الصفات اللي توحي ان انت شخص متعلم وفاهم، وفي الاخر بتتكلم في حاجات اصلا فيها كتاب وسنه؟ ما ينفعش انت تدخل في اي جدال. اقول لك على حاجه زي كره القدم مثلا، كره القدم دلوقتي في قانون، لما اقول لك مثلا ندخل مع بعض في حوار راي مثلا على ضربه جزاء او على اوفسايد او على اي حاجه، حلو، ممكن في حوار راي انت تحكم رايك وانا احكم رايي، وفي الاخر كل واحد فينا يتفق مع رايه ويبقى محكم رايه وما يقتنعش براي التاني، دي مش مشكله وما فيهاش اي حاجه. اما بقى لما اقول لك ان ده قانون، يعني اقول لك لما اللاعب لما في كوره تيجي من ورا للمهاجم والمهاجم يكون معدي المدافع بتاع الخصم، واقول لك ان القانون بيقول ان دي اوفسايد، تيجي انت تقول لي لا 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 ده قانون، انا مش مقتنع بالكلام ده كله ودي المفروض مش اوفسايد. بقول لك في قانون، لما اقول لك ان في قانون الطبيعي ان انت لو شخص فعلا عندك فكر تقول لي لا خلاص احنا ممكن ندخل في حوار الرأي في جدال، زي ما قلت لك تحكم رأيك احكم رأيي دي مش مشكلة، ولكن لما اقول لك قانون اذا يبقى انت ولا انت تقدر تحكم رأيك ولا انا ايضا هحكم رأيي. تعالى بقى النقطة بقى الكتاب والسنة، لما اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز كذا كذا، خلاص انت المفروض ان انت ما تتكلمش معايا في حاجة زي كده. طيب لما اقول لك ان في حديث بيقول كذا كذا، اذا يبقى انت ما تتكلمش معايا في حاجة زي كده. مفيش جدال في فكرة زي كده على الاطلاق. ده الموضوع بتاع عبد الله رشدي وايضا بيج رامي. الراجل ما بيتكلمش في اي حاجة غير ان دي عورة، وده حقه اي حد، يعني بيقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اسألوا اهل الذكر ان كنتم ايه لا تعلمون. انا ما اعرفش حاجة في القرآن ولا في السنة، فبروح لحد زي عبد الله رشدي، يا دكتور عبد الله، يا شيخ عبد الله، عندي مسألة فقهية كذا، او عندي مثلا عايز افهم الحديث ده او عايز افهم الايه دي، فالطبيعي ان هو هيقول لي، والطبيعي ان انا سالت اهل علم واهل العلم جاوبني، وكلام اهل العلم هو اللي انا المفروض امشي بيه. ده كان باختصار الموضوع بتاع بيج رامي وايضا الشيخ عبد الله رشدي. اكتب رايك في تعليق وما تنساش تشترك في القناه ده لو انت عايز تعرف كل ما يخص الكره المصريه.